النساء مكتسحين الاستديو، مساكم الله بالخير. اليوم 23/11 يوم الاثنين ودرجة الحرارة 18. طبعا احنا مداومين وقعدنا الحين تضاعف. ليش؟ بعدين شو مسوي انا؟ لكن ليش؟ شو عشان متأخر؟ لا ها شو مرة دق عليك يا بهالجو؟ هذا هو موضوعنا اليوم. في ناس دقوا قالوا شنو الاغاني اللي تناسب هالجو؟ لا الحين بيدقوا نبي نسمع صح؟ الحين يدقون على 2-2-0-2-0-8-8-8. ولان اليوم نبي ما في شيء. لا لا بس ما اشوف عشان تشوف ما اشوف ما فيني شيء. واحد ما فيني شيء. اثنين ثلاثة أربعة. يوم الولادة بنتي. اي يوم طبها عشان ما مشت بعد. بزوجني اياها. بزوجها اياها. مبروك ما ياك. الله يبارك. ودي اسوي لك نفس الربيع صامتة بس شيء وفرايحك عشان غير. وانت عندك دوام ساعة 8 الصبح سبتها مع هذا راح تضحك وتبوسها وتحطها على كتفك وتهزها والله وتبوسها وتخليك قاعد للصبح. هو ماجيك شو او اسمه كوميدي لوجن شو ميكس بيني انا وهاب نسوي شو خفه كيت كوميدي. اول فريق لله الحمد لان احنا دشينا مثل ما تقول ما دشينا بالدارك سايد والدارك ماجيك خصوصا احنا مجتمع كويتي مسلم يقول لك سحر وحرام وكذي. احنا دشينا عزيز حق شو عشان تناسب ان شاء الله. وعبد اللطيف بعد. عبد اللطيف قاعد صور سناب شان تتوتر ما له شغل. عبد اللطيف ثلاث اشهر عشان اللي يبي تفاصيل عن شو يدش اكاونتاتنا نشوف الارقام وين نحجز وشون نحجز كذي. شو راح نقدمه بس انا وهاب ويانا ستاف كامل بس باك ستيج. احنا بتويتر وانستغرام اوكي حاطين في كل مكان يعني. هو شو راح يكون بمسرح الحملي؟ في مسرح الحملي ان شاء الله 10/12 و11/12 10 ديسمبر و12 10 شباب ديز ويس بلاش. عبد اللطيف وهاب اتمنى لكم كل التوفيق. يا شباب يا مرحبا يا تغيبوا يختفون جميع اللي يجون. انا بس انا متناهي مثلا فيك شيء ومتضايق. الله اذا ناوي تروح مثلا ما تمنيتك لانك كنت ابعد من خيالي مثلا ما خطر في ضميرك لي حكي ما قلت لي وفي ضميري لك حكي قلت وراك. ناسب هذا الجو بالنسبة لي لا غنية ولا عشر ولا مليون. احساسك هو اللي ناسب هذا الجو بالنسبة لي. لا لحن ولا ما فيني اتحمل. اغض النظر مرة اغض النظر ثنتين اغض النظر ثلاث لين ما احس اني انا صرت عالة على إذا حبني قلبه ما يعرف ينبض حب إلا لي. بس خلاص إن أنت تتمسك بالشيء زيادة عن اللزوم تبدي تحس بكلامه ورافضني بعيونه وقلبه. يحبني بلسانه وبكلامه ورافضني بقربه مليون مرة. أدري إي نعم أدري وساكت ومتحمل ومبتسم. ليش؟ لأني أكبر. أنا ما أدخل حياة إنسان علشان أخربها. أنا يا أدخل حياتك علشان أزيدها حلا وأزيدها حب ولا بلاها. أنا ما أدخل حياتي بحس شيء بالغصب أصلا. الأغنية اللي تناسب هذا الجو هي أغنية لكل قلب بارد لكل قلب غايب لكل قلب ما عارف الناس اللي بين بعيني. راح أظل أذكرك بالخير لآخر يوم بعمري بس لا تغصب نفسك علي. شكرا الله يوفقك.